كل سنة وانت يا ابو محمد. طيبين وانتم بخير. اهلا بيكم في حلقه جديده على قناه عرب هاردوير. حلقتنا النهارده هندردش فيها عن التبريد اللي غالبا كلنا دلوقتي محتاجينه بسبب درجه حراره الصيف البديعه اللي احنا عايشين فيها وشايفين اثاره علينا وعلى اجهزتنا، وبالاخص حاجتين زي السي بي يو والجي بي يو، باعتبار ان دي اهم قطع في جهازك، ولو القطع دي درجه حرارتها مش مظبوطه يا هتقابلك البلو سكرين اوف ديث، يا اما الجهاز بتاعك هيطفي فجاه مش هيشتغل لما درجة الحرارة بتاعته تتظبط، ولو الموضوع ده استمر وما اهتمتش ان انت تعالجه هيحصل لك دامج كبير جدا في القطعة دي. عشان كده في حاجات اسمها كولر اير او ليكويد، مفيش حاجة اسمها فريون، عشان نكون بس متفقين مع بعض. الحاجتين دولت بصورة اساسية بيعتمدوا ان هم ينقلوا درجة الحرارة من الشرايح زي السي بي يو والجي بي يو للهيكل المعدني اللي موجود فيهم، وعن طريق الهواء اللي بيخرج من المراوح بيتم تقليل درجة الحرارة. فالمراوح يا سيدي الرئيس تعتبر اهم عامل في الدايرة دي، هي اللي بدورها بتقدر تقلل من درجة الحرارة. ممكن تستغنى عنها في حاجة زي الميني بي سي، ودي عشان بيكون اداها قليل وبيكون معمولة عشان حاجات قليلة مش للبرامج ولا الالعاب. فالمراوح زي اي حاجة حواليك ليها انواع بتعتمد على اساس هتركبها فين، في الكيس او في الكولر. ولو هتركبها في الكيس فهتعتمد على حاجة زي الاير فلو فانز، ودي بتكون ميزتها ان هي بتقدر تدفع الهواء لمسافات بعيدة وفي كل الاتجاهات، فبتخلق بيئة كويسة جدا للكيسة بتاعتك وتكون درجة حرارتها كويسة، بالتالي درجة حرارة المكونات اللي جوه بتبتدي تقل. اما لو بتدور على حاجة يكون التركيز بتاعها عالي فانت غالبا بتدور على الاستاتيك بريشر، ودي مراوح بتكون غالبا وبصفة اساسية موجودة في الكولر ده سواء الاير او الليكويد، لان الكولر ده بيكون عبارة عن جسم معدني من الالومنيوم بيحتفظ بدرجة الحرارة اللي بتتنقله من السي بي يو على سبيل المثال. عشان كده انت بتحتاج المراوح الاستاتيك بريشر عشان تعمل ضغط هواء عالي بكميات كبيرة جدا لمسافات قصيرة. وده يرجعنا النقطة ان انت ممكن تستخدم المراوح دي مع الكساء في حالة ان انت عايز توفر تبريد لحاجة زي الهاردات، بس الاهم ان تكون المسافة ما بين الهاردات وما بين المراوح تكون قصيرة جدا. بس في نوع ثالث، طلع الاثنين دول مع بعض واخبطهم في بعض يطلع لك الهايبريد فان. الهايبريد فان دي بتديك اعلى ضغط هواء مع اكبر كمية لتدفق الهواء لمسافات بعيدة، ده زي اللي موجود في الطيارات الهليكوبتر. زي المراوح الماستر فان من كولر ماستر، المراوح دي تقدر تركبها على الكولر او على كيسات بحجم 12 سنتي او حجم 14 سنتي، فانت ما عندكش الحيرة يعني مروحة تختار، لان انت تقدر تستخدمهم في الحالتين. كل اللي هيفرق معاك ان انت تختار الحجم المناسب بالنسبة للكولر اللي انت شغال عليه او بالنسبة للكيس اللي انت شغال عليها. ولو بصينا على مواصفات المروحتين اللي موجودين معانا او المراوح اللي موجودة معانا بحجم 12 او 14 هنلاقي ان الاداء لصالح ال 14 سنتي، بس تاني ده بيعتمد على الكيس او الكولر اللي انت بتشتغل عليه. المراوح كلها بتشتغل عن طريق 4 بن، وده عشان يخلي البورد تتحكم فيها بناء على درجة حرارة البورد او على درجة حرارة السي بي يو، فبالتالي المراوح مش هتقدر شغالة عمال على بطال بنسبة 100%. وعلى ذكر موضوع الفور بن، لو انت حابب تراقب آلية عمل المراوح او انك تتحكم فيها مش لازم بالضرورة انك تخش على البايب، ممكن تستخدم برنامج فان اكسبرت 4 اللي بتوفره ايسوس في باكج AI Suite 3. فكرة البرنامج او الميزة حاجة بسيطة جدا، ان هي تقدر تراقب المراوح دي وتخليك تقدر تتحكم فيها عن طريق انها تعمل كاليبريشن للمراوح. الكاليبريشن اللي بتعمله ده بياخد من دقيقة لدقيقة ونص، وعن طريق الكاليبريشن تحدد فان اكسبرت اقل سرعة تشتغل بيها المراوح واعلى سرعة تشتغل بيها المراوح. وبعد ما بتخلص الكاليبريشن انت بنفسك هتقدر تعدل على حسب الانماط اللي موجودة اوريدي من ايسوس وتكون مناسبة لدرجة الحرارة بتاعتك، او انك تعمل بروفايلز خاصة بيك لكل مرحلة برضو على حسب درجة الحرارة اللي انت شايفها. التغيير بين البروفايلز بيكون بصورة لحظية. ضيف على كده تواجد لمنظومة الـ RGB موضة اجهزة البي سي حاليا في ماستر فان MF 120 و122 و140 R، والفرق ما بين ال 120 وال 122 R ان ال RGB بيكون في التانية في الرنج بس، وان الاير فلو بتاعها كمان اقل، مع الدعم لمنظومات الاضاءة اللي موجودة في البرد من ايزروك و MSI و ايسوس و جيجا بايت. اما لو بتدور على النسخة الاحسن من ال RGB فهتلاقيه في الادريسابل RGB في المراوح زي الماستر فان MF 120 R او 140 R ARGB، والاي هنا اختصار كلمة ادريسابل، وبيكون الدعم هنا للـ MSI و
وايسوس وازروك. مش معنى كده ان جيجا بايت مش بتدعم الادريسابل ار جي بي، بس الفكره كلها ان النمط اللي بتستخدمه كولر ماستر اللي هو التصميم بتاع الثلاثه بن مش موجود غير في الثلاث براندات دول. ففي حاله ان في مروحه باظت وحابب تستبدلها او حابب تشتري مراوح جديده، اديك عرفت ان في نوعين من المراوح وفي نوع ثالث ممكن يستبدل النوعين دولت وتركبها في اي حاجه سواء كان كولر او كيس. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، اتمنى ان هي تكون عجبتكم. بجد خبطت صح، مش مصدق نفسي نهايه الحلقه. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، ما تنساش تسيب رايك في التعليقات، تعمل لايك للحلقة وتشترك في قناة عرب هاردوير عشان يجيلك اشعار ان احنا نزلنا حلقة جديدة وتروح تتفرج عليها. وكالعادة شوفكم في الحلقة الجاية. يلا يا ابني ما عملك كزرة دي.